أنا كثير تعبت فاطمة بنتي. إيه؟ آي والله أول ما نوصل على البيت فورا رح أتسطح ونام. تركيهم أنا بكمل. ما بيصير، لازم خلصهم وبعدين منروح على البيت دغري. منيح إنه دوام واحد باليوم بس، ما فينا نشتغل دوامين. بس تعبنا ما راح على الفاضي، من أول يوم تعب المطعم كله. الله يزيد ويبارك لنا. آمين. خلاص قربنا نخلص، هلا رح أعمل قائمة مشان بكرة وإنتوا بكرة بتجيبوها. طيب. رح أكتبهم هون. ديري بالك لا تتزحلطي. إيه. طيب جيب لي ورقة وقلم لهون. كريم حبيبي. أوه. إجري ما عاد حسيت فيهم من الوقفة. هلا منروح على البيت وبترتاحي. ميسر خانم هربت على بكير مشان ما تساعدنا. مراد أخذها مراد. ولا كانت ساعدتنا؟ عم امزح حبيبي، عم امزح معك. يسلموا حبيبي. ما في داعي للتوتر، ما بيسترجي يجي لهون. وانت شو اللي عرفك؟ متأكدة ما رح يجي. وليش متأكدة كل هالقد؟ لأنه أنا بعرفه، لو ناوي يعمل هالشي ما بيستنى لهلا. ايه بتعرفيه، وبتعرفيه منيح كتير. لك انت ليش دائما بتحاول تزعجني؟ لأنه انت عم تدافع عنه، مصطفى ما عاد مصطفى اللي انت بتعرفيه. لا ترفع صوتك. أنا معك إنه مصطفى تغير كتير هلأ، بس واجهته أكتر من مرة، ما حاول يأذيني أبداً، ما قرب مني ولا حاول، لأنه ما بيحسن. كل هالقد واثقة منه؟ واثقة من كلامي. بجوز يكون عم يستنى الفرصة المناسبة لحتى يجي ويأذيكي. وإنت واجهته كمان، يعني إذا بده يأذيك أو يأذيني كان عملها. الحق علي لأنه سمعت كلامك، المفروض كان. شو كنت رح تعمل؟ كنت رح تقوصه؟ زعلان لأني قلت لك إذا بتحبني ما تقوصه ما؟ أنا ما بدي أعيش حياتي مع حدا قراراته وقتية. ليكن أعداء مبينين وأنا ما رح واجههم غير بالقانون وهذا هو قراري. أنا ماني خايفة من حدا وأنت لا تخاف. يلا خلونا نمشي. ماشي ماشي، أنا خلصت مسح. هلأ بنطلع سوا.